عودي معكم للمتابعة، وصلنا نحن وياكم مع روى عصاحة السلامة. ريوة صباح الخير. صباح النور جوزيف. عندك طبعا مجموعة محبوبة ماشي الحال، مجموعة من الأسئلة والواتساب اللي وصلت لك كمان والإيميلز. مزبوط، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا، وإن شاء الله أسبوع سقعة وحلو. يعني الله يطبق الخير ويصير في مي، يعني نحن بلبنان بننطر هذه الفترة طبعا لبنان يتغذى بالمي منيح. بس بنفضل يكون عم بيتغذى بالمي بدون نفايات. ايه اكيد. بدون زبالة، أكيد بنفضل يعني. أكيد أكيد. أوكي، رح بلش بالأسئلة جوزيف من عندي، وأكيد اللي بحب يتصل يسأل أي سؤال أو حتى يقترح أي موضوع بحبه إنه نحكي عنه أنا حاضرة. أول سؤال عم بتقلي هاي أنا من طرابلس، عندي سؤال، عطول بلاقي كدمات بالقدم منطقة بطة الإجر يعني، قالوا لي هيدا فاريز، بس صرت لاحظ إنه بإيدي كمان عم بلاقي كدمات، شو ممكن يكون؟ في صورة رح نشوفها. أوكي. بعتي الصورة، بس اللي بدي أقول لك إياه إنه من الصورة صعب كتير يكون في يعني تصور واضح شو هي المشكلة. هلأ أنا عملت لك شوية ريسيرش شو ممكن تكون اللي هي بيقولوا لها بروزز أو هالكدمات هيدي شو ممكن يكون سببها، لكن نصيحتي لإلك لأنه ما فينا نحن نشخص ونعطي نوصف الحالة، نصيحتي إنه تشوفي طبيب بأقرب وقت ممكن. فيك تبلشي بطبيب عائلي فاميلي دكتور، ومنا ممكن يحولك على الاختصاص المناسب، لأنه هالبروزز هاي أو هالكدمات ممكن أسبابها تكون عديدة وأنت ما شرحتي شو الوضع. يعني أنا عم بنطلق من نظرية إنه ما خبطتي، يعني ما خبطتي بشي بطاولة بكرسي ما وقعتي تيصير فيها الكدمات، يا ما يكون نوع من الأدوية اللي عم تاخديها، خصوصا مرات أشخاص اللي بياخدوا البلاد تينرز أو الأدوية المسيلة للدم أو المضادة للتخثر ممكن تسبب هالشي أو تزيد من احتماله. مرات التهابات معينة الأوعية الدموية والشرايين، مرات مشاكل بالكبد ممكن تؤدي لهالشي، مرات الأشخاص اللي عندهم هيموفيليا ممكن يصير في هالإنترنال بليدينج أو هالنزيف الداخلي نتيجة أي ضربة صغيرة أو خبطة صغيرة. فلأنه ما عندي أي فكرة عن وضعك الصحي، إذا عندك أي مشاكل عم تاخدي أي أدوية، أنا نصيحتي لإلك ما تنطري، توجهي لطبيب عائلي مباشرة، ومنا هو بيساعد على التشخيص وبيحولك عند الطبيب اللوكيميا الاختصاصي. بيعطي هيدي الحالات شيء؟ في ببعض المراجع نحكى عن ممكن مشاكل أمراض سرطانية، لكن ما تحدد إذا هو سرطان الدم أو لا، ممكن مرات إذا في أي سرطان بالكبد ممكن يكون وحدة منها، لكن نحن ما بدنا يعني نط أو يعني نوصل لتشخيص أو لاستنتاجات منا مبنية على حقائق علمية. أولا أنا مني مخول إني شخص، أنا بقدر أقول لك شو الاحتمالات اللي ممكن تكون، والأفضل انه بقدر اقول لك لاي اختصاص تتحولي، فمن الافضل هلا تتوجهي مباشره لفاميلي دكتور او طبيب عائلي بصوره مباشره. اوكي. السؤال الثاني، هل ممكن تناول مقويات للشعر والاظافر مكملات غذائيه باي وقت خلال السنه؟ اكيد اكيد فينا باي وقت بالسنه نحن ناخذ المكملات الغذائيه، وخصوصا اللي لها علاقه بالشعر. طبعا في مواسم بيكون في تساقط الشعر اكثر من غيرها، اللي هي على تغير الفصول، يعني بنلاقي بالخريف بصير في تساقط للشعر اكثر، بنلاقي باخر الشتويه اول الصيف يعني مرحله كمان الربيع ممكن يصير في تساقط للشعر، اللي هو بالخريف. مزبوط، بصير في تساقط اكثر، لكن نحن فينا خلال السنة. وكتير مهم نلتزم بإرشادات استعمالهم، يعني في منهم بيكون على مدة شهرين، نرجع مثلا نحن ممكن نجدد الكورس لشهرين تانين، بس نعمل شوي استراحة بيناته لحتى ما يصير في أوفر دوز، خصوصا إذا كنت أنا باخذ مكملات غذائية وجرعات إضافية من أمور تانية، يعني مالتي فيتامينز مع مقويات للشعر مع أمور كتيرة لحتى ما استهلك أكثر من ما لازم، ضل ضمن المعدلات المطلوبة. في كتير أشخاص هيدي على هامش السؤال بيفكروا أنه إذا أخذنا مالتي فيتامينز بتفتح الشهية، منصير مناكل أكتر، مننصح، هيدي كلها معتقدات خاطئة. أكيد نحن بحاجة لناخد مكملات غذائية لكن بوعي واعتدال، بضل المصدر الأفضل لكل المغذيات هو الأكل الطبيعي ونمط حياتنا الصحي، أنه ناكل أكل صحي ومتنوع هو المصدر الأساسي، لكن شو في نقص نحن
بنعوض عنه بالمكملات. نعم. اوكي، عندي سؤال ثالث عم بيقول لي انه لاحظ بالفتره الاخيره الشاب اللي باعت السؤال انه في الم بالارجل اذا بعد الجلوس لفتره طويله بالمكتب او عند الوقوف، فشو ممكن يكون سببه؟ هلا في اسباب عديده، لكن بما انه قلت جلوس لفتره طويله ووقوف لفتره طويله بقدر اقول لك انه ممكن يكون الاحتمال اللي هو بنقول له فينس كونجستشن، اللي هو صار في نوع من الخلل بعمل الصمامات او الفالف اللي موجودين بالاوعيه الدمويه اللي هي بتخلي الدم بينضخ من القلب بيتوزع على كل الجسم، صحيح؟ نعم. فلما بيوصل للأرجل في صمامات بترجع بتحمل هالدم وبتدفعه للأعلى ليرجع يطلع لفوق، يعني بتمرق الدورة الدموية بينزل للأرجل بيرجع بيطلع. هالصمامات هيدي إذا ما كانت عم تقوم بوظيفتها شو بيصير؟ بيصير في تراكم للسوائل والدم بالأرجل، بالتالي بيصير فيها الألم، منحس فيها الحريق والألم بالأرجل ومنشوف التورم هيدا. وهيدا إمتى بيصير؟ بيصير لما منكون بسكون أو بوضعية ثابتة، يعني وضعية هي نفسها لوقت طويل، يعني جلوس لوقت طويل أو وقوف لوقت طويل بيصير هالشي هيدا. فهالخلل بعمل الصمامات ممكن هو كمان يؤدي للفاريز بالأرجل، ومرات كمان يعني هي ما بنعرف مين قبل. معنا اتصال؟ نعم. معنا اتصال. ألو، صباح الخير. صباح الخير مدام. مين البيبي اللي عم بيتصل؟ اهلا اهلا، كيفك؟ منيحة منيحة. هاد سوري ولا يهمك، بس بدي اسال سؤال انه النيكوتين شو بيأثر على الرضاعة؟ بيأثر او ما بيأثر؟ بيأثر طبعا، بيأثر النيكوتين لانه بيدخل بجسمك، وبالتالي يعني في بفترة الحمل بيوصل للجنين، وبالرضاعة بيوصل عن طريق حليب الام للطفل. فبليز اذا كنت عم بتدخني، إذا قدرتي يعني إنك توقفي خلال الحمل، كمان بدك توقفي نعم. خلال الرضاعة أكيد. أكيد. مثلاً بساعة بساعتين شيء هيك أنا بسمع. أوكي، بدك يعني نزعبر شوي. هلا ليكي. تقلك بساعتين ممكن. الأفضل. الأفضل اللي بقول لك يا إنك ما تدخني أبداً، ما تدخني أبداً. هيدا الأفضل اللي بتكوني أنت عم تعملي الأحسن لإلك والأحسن للبيبي للطفل. لكن إذا كتير يعني هيدا كل ما كان بعدتي بين وقت آخر سيجارة ووقت الرضاعة بيكون أفضل، ساعتين ثلاثة بيكون أفضل كل ما بعدتي الوقت. الأرجيلة مرة بالليل يعني، مش سيجارة، مش طول النهار. بس حبيبتي الأرجيلة هي بتوازي 15 سيجارة. مزبوط. اوكي، يعني أوكي. ما تستهوني بالارجيله، ما تقولي ايه هي ارجيله مره بالليل، معليه بتوازي 15 سيجاره، يعني منا مزح. ف ايه عرفتي، وانت اكيد رح تقومي ترضعي بالليل، صح؟ ايه اكيد رح تقومي ترضعي، فاخذتي كميه كثير كبيره بوقت مركز. يعني انا برايي اذا يعني النصيحه الافضل تنكون فعلا جازمين، الافضل انك ما تدخني وما تارجلي خلال فتره الرضاعه. اوكي ميرسي. بليز اعملي جهدك لانه هي شغله كثير مهمه. اوكي ميرسي، تكرم عينك. ثانك يو لك. في سؤال بعد كمل شيء؟ رح كمل بس دقيقه. بهالحاله هاي انا بنصحك ما تقعد لوقت طويل وما توقف لوقت طويل، يعني اذا شغلك مثل ما عم تقول بمكتب، جرب اعمل هالبريك هيدي انه كل ساعه تقوم تتحرك ولو لمده دقيقتين ثلاثه. اذا في وقوف لوقت طويل جرب انه يعني تجنبه او تلاقي محل تقدر تقعد فيه شوي تستريح. والنصيحه الافضل كمان انه نستعمل كلسات الفاريز، اوكي، اللي هي بتعمل كومبريشن وضغط من اسفل الارجل وبتطلع لحد الركبه، هيدي كثير بتساعد لانه بتساعد على انه الدم يرجع يطلع لفوق وما يصير في تراكم تحت، بتخفف الورم، بتخفف الالم وبتحس حالك افضل. الرياضه كثير مهمه لانه بتساعد على انه الدوره الدمويه تشتغل بصوره افضل، ما نكسب وزن، الوزن بيزيد من حده المشكله. اوكي، ونشرب مي كثير كمان بيساعد. كان عندك سؤال جوزيف؟ خلص وقتنا. خلص وقتنا. سوري. ولا يهمك. لكل المشاهدين مكملين احنا ويكون عالم الصباح، بريك قصير، خليكم معنا ونعود للمتابعه.